وزن يا وزن 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 قادمة. عسيلة ما زالت على المركز الأول، مشهورة على المركز الثالث، الدوحة على المركز الرابع، ولكن عسيلة على المركز الأول. وزن تحاول تحاول في هذا الشوط الرئيسي، في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل وزن. يا سلام، يتسلل البلوي، يتسلل شعار بن راية مع البلوي، صالح بن بنية البلوي، ولكن عسيلة تصمد عسيلة في هذا الشوط الرئيسي. سلام يا العوينة، سلام تهانينا والناموس لغانم بن منصور آل سيف الخيارين ولعبد الله، تهانينا والناموس ايضا لمالك عسيلة عبد الله بن زايد بن منصور الخيالي لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه وزن لصالح بن بنية بن صالح البلوي، المركز الثالث. اسمد يا منصب مع المركز الاول، هلم صلال يتابعون على الهواء مباشرة. اللحظات الحاسمة، اللحظات الاخيرة، مودع ولا منصب؟ منصب الشاعر هذا هو جابر بن منصور البريدي، جابر بن عبد الهادي البريدي، شاعرنا المميز بألحانه يقدم منصب في شوطنا الأول. روح يا البريدي، روح روح. هلم صلال يتابعون على الهواء مباشرة نقول لكم صباحكم خير، جود مورنينج للبريدي، صباحك خير يا راعي منصب على فوز منصب بالمركز الاول. منصب لجار الله بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي ينتزع ويحقق ناموس الشوط الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم. حمدان بن غدير بن سعيد بالوه الدرعي هنا مع الحزام الاخضر، خلاص يا الدرعي اعلن ايضا هذا التواجد وهذا الانطلاق. تهاني ايضا قادمه، تهاني خطيره في ثاني المراكز، زايد بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن خلاص شواهين وتهاني، تهاني وشواهين هنا مع هذه اللحظات، ولكن بالوه مع الصداره، مع انطلاقه شواهين، مع اللحظات الاخيره، تهاني قادمه، تهاني ايضا في ثاني المراكز، ولكن شواهين باللواهي مع الانتصار، باللواهي مع هذا الفوز مع شواهين. الله يا شواهين، قامت الشوط راس وانهت هذا الشوط راس. تهانينا والناموس لحمدان بن غدير بن سعيد باللواهي الدرعي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت تهاني زايد بن محمد بن زايد الخيارين، ثالث المراكز وصلت الثريا مظفر بن محمد بن خموش العامري، رابع هذه اللحظات. المركز الرابع يتواجد مشاهدي الكرام شعار بن مسعود بتواجد صقان سعيد بن مفخوت بن جابر بن مسعود، لكن اعود الى آل جودة، وعلامة الجودة والامتياز في انطلاقة هابريح، على المركز الاول، هابريح مع بن بشان المركز الثالث، خلاوي بن مسعود على المركز الثالث. يا سلام، الامور ما زالت مختلطة حتى هذه اللحظات، لكن الصدارة هابريح بن بشان بن مسعود غادم في هذه اللحظات، الأخيرة، خط النهاية الناموس لمن في هذا الشوط؟ بن مسعود بن بشان، لكن هابريح اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، مجريات هذا الشوط الثاني، والتبريكات لمالك هابريح علي بن محمد بن حمد الرزق العجمي المركز الثاني. الله، تحركت مزنة وما زالت شواهين مع المركز الأول. العامري مع المركز الأول، هيا تتحرك بين انديلة والعصاقوس يا سلام، مزنة وشواهين بين انديلة وأيضا وبن هيان العامري، بن هيان وبن ديلة، مزنة 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 مزنة. الله،
انطلقت مزنة، تحركت مزنة محمد بن عبد الله بن زيد آل نديلة. هذا الشعار المميز، هذا الشعار الغني، ولكن شواهين يا سلام مزنة وشواهين، شواهين شواهين شواهين. العامري العامري الله بن هيان يخطف المركز الأول، تهانينا والناموس لمالك شواهين سالم بن حمد بن هيان العامري. المركز الثاني ولكن برقة سعيد بن مبخوت بن مسعود المري الحزام الأخضر، وركز يا بن مسعود وروح مع الناموس. الله 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 يا سلام يا برق 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 برق. سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري ثاني المراكز، وصل العطية العطية المنطلق في ثاني المراكز. الله يا العطية، ولكن برق 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 بن مسعود بن مسعود، واسعد الله صباحك يا بن مسعود. سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري على فوز برق، تهانينا والناموس للسيد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود على فوز برق ثاني المراكز. هنا وصل الفارس راكان بن محمد بن عبد الله ناصر العطية. الشوط شواهين قادمة، شعار الغيثاني أيضا هنا قادم مع هذه اللحظات مع ثاني المراكز، ولكن مكلفة مكلفة على الصدارة محمد بن سالم بن حمد المري هنا مع البداية مع مكلفة مع هذا الناموس. الله الله على هذا الأداء الممتاز والانطلاق هنا مع مكلفة مكلفة، من كلفت بناموس هذا الشوط. هنا نتابع نتابع مكلفة مكلفة هنا مع الصدارة مع اللحظات الأخيرة، 200 متر أخيرة ما تفصل عن النهاية. ركز يا أيضا يا بشيران هنا مع هذا الأداء الممتاز، تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن حمد الإشحيش المري على هذا الفوز والانتصار هنا مع مكلفة، ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس والانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن حمد المري على هذا الفوز. ثاني المراكز وصلت شواهين لعلي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري. ثالث المراكز الضابط الضابط الدوسري على المركز الخامس. اعود الى الصدارة، اعود الى مكلف بانطلاقه مع اول المراكز، كلف بهذا الانطلاق وتكلف بهذا الاداء الجميل والعرض المميز، اداء ذاتي بدون اي تعليمات بدون اي اوامر، ينطلق عبر الجهاز اللاسلكي بتقديم العروض المميزه الجميله. ايضا صاحب نقاط في هذا الموسم هذا هو مكلف، ولحظه قدومه وانطلاقته وتقديمه للعرض الجميل والمميز. الثاني والتبريك لعلي بن ناصر بن سعيد آل الشيبة، والثاني أيضا لناصر بن سعيد الشيبة. من يتابع انطلاقة مكلف حتى خط النهاية معلن الفوز والناموس وبدون أي توامر ولا تعليمات، والعصا مغروسة بالبطان. الثانية لك يا بن الشيبة على هذا الفوز المستحق مركز ثاني. وصل مشاهدي الكرام هملول لحق شعار بن سلامة، وهذه العاصمة شعار البرنس بن سلامة والبرنس بن سلامة والبرنس. الله ولعت ولعت ولعت، دخنت 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 بين اسمين عملاقين اسمين كبيرين، العاصمة 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 والفلوجة الفلوجة والعاصمة العاصمة العاصمة العاصمة. الله العاصمة مع المركز الأول، الفلوجة مع المركز الثاني، العاصمة العاصمة العاصمة. البرنس حاضر البرنس حاضر كعادته، دائما مع الكبار دائما مع الكبار. محمد بن طالب بن عقيل النابت، هذا هو شعار البرنس، الشعار المميز يحقق الناموس مع العاصمة. تهانينا والناموس للبرنس ولشقائه الكرام. المركز الثاني
تسلم على الغارب الاصيل، يرقص على صوت السماعة، يرقص طرب هنا في الأربعمية متر الأخيرة. مشكور يا صايد الرموز، مشكور يا الخيارين، جميل جميل. عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف، الخيارين الخيارين الخيارين، وبدون أي أوامر، والعصا مربوطة في البطان. واسعد الله صباحك يا صايد الرموز، تهانينا والناموس، والله جميل أداءه. هنا جميل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين، واسعد الله صباحك يا الخيارين على فوز جميل. تهانينا والناموس للسيد عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين على فوز جميل. ثاني المراكز هناك هملول. ونشر مع رابع المراكز، ولكن الغزيل، الغزيل على الصدارة، أعلنت الانطلاق، أعلنت أيضا هذا التحدي هنا بشعار صايد الرموز. تتواجد الغزيل على أول المراكز، عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين. الله، ولكن القادمة، القادمة المدينة، الغزيل والمدينة، المدينة والغزيل مع اللحظات الأخيرة، ولكن الغزيل بأداة تلقائي، بأي ايضا بهذا الاداء. نتابع ايضا انطلاقة الغزيل، العصا في الابطان. الله يا الغزيل، تظفر بناموس هذا الشوط هنا مع هذه اللحظات الاخيرة. الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين هنا مع الغزيل، من تظفر بناموس هذا الشوط. ثاني المراكز وسط المدينة، زيد بن سالم بن راشد آل محيح المري. ثالث المراكز وصلت ظن بدأ الإقلاع، بدأ الإمتاع مع منافسة الحيل. الله، مصيحة بشرة وكذلك متعبة ودانة، رباعية جميلة، أسماء حاضرة متواجدة، أمور الصدارة مع مصيحة ومع الشامسي. بشرة على المركز الثاني مع القيثاني، متبع المركز الثالث برفقة الخيارين اللي غير مجريات الشوط. يقدم لنا أيضا انطلاقة متعبة، يبحث عن النقطة الرابعة في هذا الصباح بمتابعة قارب مصر الخيرين اللي تابع هذا الشعار بانطلاقته، شعار صاد الرموز. لكن مصيحة الشامسي، الشامسي عند أمور، عند أخبار اللحظات الأخيرة. مصيحة ومتعبة، متعبة ومصيحة، اللحظات الحاسمة، مصيحة في اللحظات الأخيرة تنتزع ناموس هذا الشوط الثاني. تفكر تعيد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي المركز الثاني، متعبة لمنصور بن حمد منصور سيف خيري المركز الثالث. وصل ثاني المراكز، وصلت. الله يا ريم، جبر بن علي بن ناصر العطية، الأحزام الأخضر، يا السلام. الله الله الله، ولكن الضبية، الضبية مع التحدي الأول، علي بن سلطان بن علي بن حمد العطية. ثاني المراكز أيضا الريم، جبر بن علي بن ناصر العطية. ثالث المراكز الخيارين، ولكن أعود. الله الله الله، الضبية، الضبية، علي بن سلطان بن علي بن حمد العطية. ومشكور يا الصحاق، هنا ينطلق بعملية التضمير، ومشكور يا الصحاق على تقديم الضبية. ولكن هنا المحاولات الأخيرة من الريم، ولكن الضبية، 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 تهانينا والناموس لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العطية. ومشكور الصحاق. ثاني المراكز كانت هناك الريم، جبر بن علي بن ناصر العطية. ثالث المراكز الله، بن فهدان، بن فهدان، بن فهدان يغير مجريات الشوط بانطلاقة أول المراكز. محمد بن عبد الله بن راشد آل فهدان المري على المركز الأول. بن حفار قادم مع وجود حمد بن فرج بن حفار المري المركز الثالث. وصول وتقدم شعار بن شريب، وكذلك وصول إذا شعار خيرين. لكن أمور الصدارة، الناموس ما زال مرافق بن فهدان، إن لم يكن هنالك رأي آخر يتقدم شعار بن حفار على
المركز الثاني بن فهدان بن حفار. خلاص خلاص بن فهدان قفل مجريات الشوط بانطلاقة زلزلة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس محققة هذا الأداء والعرض الجميل إلى خط النهاية. ثاني التبريكات محمد بن عبد الله بن راشد آل فهدان المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت وجود لحمد بن فرج بن هادي بن حفار المري. المركز الثالث وصلت رسالة أيضا في الملاحقة في الملازمة مع ثاني المراكز، ولكن قرار بيدها القرار إلى هذه اللحظات من تنطلق على الصدارة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن أهلي يتابعها في التضمير. ورسالة مع ثاني المراكز لمشعل بن حسن بن عبد الله آل زيد الشريف فيصل بن مشعل أيضا يتابعها في التضمير، ولكن قرار هنا مع اللحظات الأخيرة انطلقت غادرت قرار بناموس أول الأشواط الخاصة بالسودانيات. نهني سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد آل ثاني والتهنئة لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل على هذا الفوز والانتصار، ومشكور يا ابو حمد ايضا من رشحها في هذا الشوط. ثاني المراكز وصلت رسالة لمشعل بن حسن بن عبد الله زيد الشريف ثاني ينطلق هنا فرج بن حمد بن علي آل بريص المري ينطلق في الخمسمائة متر الأخيرة محارب الله يا محارب واسعد الله صباحك يا راعي محارب فرج بن علي أو هنا فرج بن حمد بن علي آل بريص المري واسعد الله صباحك وسلام المملكة سلام وسلام محارب سلام واسعد الله صباحكم يا هالي المملكة العربية السعودية. اذكروا والله يلي تابعون محارب تهانينا والناموس للسيد فرج بن حمد بن علي آل بريص المري على فوز محارب وهذه اللحظات وصوله الى خط النهاية. ثاني المراكز وثاني المنطلقين هناك وصل يعني المضمر اللي ضمر قرار هو من قدم هذا الاسم ايضا بهذا الشوط. قلت لكم الناموس مع الغفراني حيوها 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 هذه هبة الغفراني ما شاء الله منطلقة في طريق الناموس ما شاء الله تبارك الله. يبغى عليها سيارة هذا الموسم يبغى عليها شوط رئيسي بتركب سيارة من هيبة يا الغفراني حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني المري مع المركز الأول يحلق في طريق الناموس وينتزع نقطة هذا الشوط، بينما المركز الثاني ندى لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر والمركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن. اذكروا والله على شاهين حمدان بن مبروك بن رويض العديني الخمسمائة متر الأخيرة الله 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 وبدأ الانطلاق وبدأ يبرز المهارات ما قبل خط النهاية، فهذا يدل عن قوة السلالة وعن قوة التضمير يا العديني. تهانينا والناموس من هذه اللحظات للسيد حمدان بن مبروك بن رويض العديني وسلام المملكة سلام وسلام العديني سلام واسعد الله صباحك يا راعي شاهين. من بداية الشوط هو قام راس وانهى الشوط راس سلام شاهين سلام وسلام العديني سلام. تهانينا والناموس للسيد حمدان بن مبروك بن رويضي العديني على فوز شاهين. ثاني المراكز مشاهدين